حيث أشرف اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد بمقر وزارة الصحة على إحياء فعاليات اليوم العالمي للسكري تحت شعار السكري وفيروس كوفيد-19 يمكن الوقاية منهما. كما تجدر الإشارة إلى أن حوالي ربع الأشخاص الذين يفوق أعمارهم 75 سنة يعانون من مرض السكر من نوع 2، أما في الجزائر فتقدر نسبة انتشار هذا المرض ب 14.4% لدى السكري لدى السكان البالغين 18 عاما أو أكثر، أي ما يقارب 2.8 مليون مصاب بالسكر. مرض السكري لا يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19، لكنه من المحتمل أن يزيد من أخطار تطور أعراض حادة ومضاعفات في حالة إصابة بكوفيد-19. كذلك التحسيس بالإجراءات الوقائية التي تسمح بتفادي الإصابة بكوفيد-19.